تحدثت عن برشلونة، غيبتك الإصابة عن إياب كأس الملك ضد البارسا، خسر ناديك رغم أنك في مباراة الذهاب لمعت وتألقت وأوقفت الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. حدثنا عن الإصابة وحاليا كيف الأمور غادة، وخا أنت كملت في مباريات دوري الأبطال وأيضا الليغا. جاتني واحد الإصابة اللي كان جاتني في 2014 لا 2013، كنت فتحت على صبعي، وقبل المقابلة ديال برشلونة في الرسور واحد يومين قبل، كنت يعني تساطحت مع واحد اللعاب ديالنا في لونترينمون واحد الكرة، وتكسرت شبك الصبعانية اللي كنت فتحت عليها دي واحد 7 سنين، وما قدرتش يعني حاولنا باش نحضروا المقابله نهار اللي قبل ديال برشلونه، ف درنا يعني حاولنا نديروا البنج ونقعدوا داك الشيء، ولكن ما يعني كان امبوسيبل لعب مقابله، ودابا باقي في واحد الحاله اللي يعني كان تحسن، باقي الاصابه ماشي 100% يعني غيري 100%، ولكن الحمد لله فكان كان كان ديال لي سوا، وكان حاول نجيري لي زونطريمون ونحاول نبريباري لي ماتش باش نكون في المستوى. إن شاء الله. تحدث معك ميسي في مباراة الذهاب ياسين؟ لا هو ميسي مني كيخسر كيكا كيخسر كيحمي راسو يعني راسه كيخرج، والصراحة بالنسبة لي أنا يعني شي حاجة كبيرة كتلعب ضد لاعبين في هذا المستوى، فهاد الشيء كيبقى يعني ملي كتكبر وتسالي الكورة فكيبقى بحال الذكريات في الأرشيف. مهمة. صحيح. شنو وقع لك مع المهاجم الصاعد النرويجي نجم نادي بوروسيا دورتموند؟ شفتو كيتعاند معك في ركلة الجزاء، استضيتيها ليه من بعد لحظة استفزاز، ربما أنت ما كنتيش كنت عاطي بالظهر، ربما لم تنتبه للحركة التي قام بها، ولكن في آخر المباراة شفناكو خارجين بجوج وتصافحتوا إلى غير ذلك. لا صراحة مهاجم يعني كبير ومهاجم قوي جدا، كنا في الماتش عليه كنت تصافحت معه في واحد الكورة، وكنت تقصحت الكوبتي وبقات فيا داك الضربه وما عرفتش كيفاش كنقول خاص في الروتور لا جات في كوره فين رجع لي داك الضربه، ولكن كيما كتعرف حنا ما كندخلش التيران بس تقصح اللاعب الاخر، ف اخر حاجه هي هذه الواحد كيدخل باش يدير العمل ديالو، ومن جاك ركله الجزاء بحال لا فهمك بقات فيه انا داك الطالي عطاني في لالي وما كان عندي كيفاش ندير ليه، فمشيت ورا وبقيت كان يعني بقيت يعني تاريجة يعني بقيت كان عايرو وداك الشيء ديتو، هو ما فهمتي زاد ما فهم والو صافي، وكان عنده الزهر تعاود البينالتي حيت افونسيت انا شويه على الخط، ودوك هي هذيك من ماركت هو جا بحال داك الشيء اللي سمع هو ما فهموش، ولكن جا بحال عاود قالوا لي ومشى، ومن سالة الماتش تعانقنا عادي، يعني داك الشيء اللي كيطرا في الماتش كيبقى في يعني داك الشيء اللي كيطرا في التيران كيبقى في التيران، وهالاند لاعب كبير ويعني دري متخلق. صحيح. هالاند بنت يعني الكل يتنبأ له بأن يكون من بين أبرز المهاجمين العالميين في المستقبل. ياسين ما بغيش نطول عليك، مباريات مع كورونا وليتو كتلعب جوج مباريات في الأسبوع، وإشبيليا هذا الموسم كان عنده موسم شاق جدا، عندكو أمل بالليغا كسؤال أخير؟ يعني مركزكو رابع الآن، ما بعادينش بزاف على برشلونة والريال. احنا كنمشي دابا نفح لا بيريود اللي كانوا دي فينال كيمشي يعني لا شامبيونز ليغ لا كاس الملك، وكنا شويه خرجنا من داك الخط ديال التفاعل ديال التحسن وداك الشيء، ودابا غادي نركزوا عاوتاني على الليغا 100% ونركزوا كل مقابله عطار باش نحاولوا
يعني نسالي لو ماكسيموم لو بلو بوسيبل ان شاء الله في الشامبيونه. ان شاء الله ياسين.